بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أورد السيد الأجل السيد علي خان الشيرازي رضوان الله عليه في كتاب الكلم الطيب حول اسم الله الأعظم بأن تقرأ 11 مرة هذه الآيات، فييسر الله سبحانه وتعالى لك كل ما أهمك من الأمور الكلية والجزئية، عاجلا غير آجل. وبمعنى الكلية والجزئية، الكلية مثلا شراء بيت، زواج، جامعة، إلى غير ذلك. هذه الأمور المفصلية في الحياة والتي تحدد مصيرك. أما الجزئية والبسيطة كذلك، عفوا، الشفاء، وكذلك الجزئية، فهي الأشياء البسيطة التي تراها في حياتك اليومية وتتمناها، ولكن يعني تكون فيها عراقيل كثيرة، رغم أنك تقول إن الأمر بسيط والكل يحصل عليه. أمر بسيط ولكن سبحان الله، بس وياي الأمور ما تمشي. هذه الأمور الجزئية ترتفع بهذه الآيات الخمس، 11 مرة تقرأها. الآيات ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر آية الكرسي، إلى قوله تعالى هم فيها خالدون. الآية الثانية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس، وأنزل الفرقان. الآية الثالثة، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الآية الرابعة، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أما الآية الخامسة والأخيرة، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، جرب ولا تشك. برنامج صباحات الأية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.